المنتدى الوطني للحوار أراده المنظمين والمشاركين. قدرهم منظمون ب500 مشارك بين أحزاب سياسية، نقابات، وتنظيمات المجتمع المدني. في هذه القاعة تمكنت المعارضة من جمع مختلف أطياف المجتمع حول الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر. حول هذه الطاولة اصطفت وجوه تعودنا مشاهدتها في مختلف لقاءات المعارضة، مع غياب ملحوظ لشخصيات تاريخية وأحزاب الأففاس والأرسد والعمال. الأماكن الخلفية لطاولة الحوار خصصت لنقابات وتنظيمات وجمعيات، كل شيء بدا مضبوطا، فتداول رؤساء التشكيلات السياسية على الكلمة. في خضم ذلك أصر أحد الشباب الحضور للتعبير عن رأيه رغم محاولات منعه، فتساءل أينهم شباب الحراك. هو نفس التحفظ الذي بدر من شباب يعتبرون أنفسهم أولى بالبروز في هكذا ندوات. حجتهم في ذلك أنهم الأوائل الذين نزلوا للميدان مطالبين بالتغيير. حقيقة مشاركة الشباب ومشاركة فاعلين في الحراك راهي ناقصة. حتى ينجح الحراك لازم يكون انكلوزيف، ولازم يحتوي على عدة فاعلين ومناضلين حقيقيين تاع الميدان. ما نشوفوش ناس اللي وجوه الإعلامية المعروفة، ويعني حتى من كنشوفوا يعني العمر الأعمار راهي ماهيش شبابية. وبأهمية لم تختلف عن أهمية ندوة مازفران، جلبت ندوة المعارضة الاقتصاديين والأئمة والباحثين وحتى مسؤولين سابقين في الدولة. كل يرى في الحوار وسيلة لتخطي الأزمة وبناء جزائر جديدة. هذا التنوع الموجود في هذه القاعة هو الذي يعطي إشارة بنجاح هذا الحوار، ويعطي كذلك بأن الحوار هذا سيخرج إن شاء الله بنتيجة، هذه النتيجة التي سترضي جميع الجزائريين. نحن كاقتصاديين وكمجتمع مدني نقول أنه يجب 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 بعث الحوار وبعث يعني حل الإشكال السياسي بين السياسيين، والعودة إلى يعني إلى جادة الصواب، لأن الاقتصاد الجزائري راه في حالة يعني خطيرة. هذه فرصة لتأكيد بأن الجزائريين يستطيعون أن يتفقوا فيما بينهم رغم اختلافاتهم، رغم تنوعهم السياسي، رغم تنوعهم الفكري. الياس جبيلي جزائري مغترب بفرنسا يتساءل هو الآخر عن سر تهميش المغتربين عن ندوة الحوار. لا ما دعوناش، أنا ما سمعتش، احنا ما سمعتش. درنا مانيفستاسيون كبيرة بالحد اللي عدات 30 جوان، ما سمعناش بهذا الحوار. انا سمعت بهذا الحوار هذا على التلفزه والجرائد الجزائريه والبرامج الجزائريه. ندوه الحوار الوطني ملتقى تريده المعارضه محطه لتجاوز الازمه، وكلها امل في استجابه السلطه. لكن هل ستتعارض هذه الندوه مع الحوار الذي دعت اليه السلطه، ام سيشكلان توافقا للخروج بحلول موحده؟